مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة طلاب الصف الحادي عشر أدبي. نلتقي اليوم بمراجعة الاختبار التجريبي الأول لمادة العلوم. الاختبار التجريبي الأول، الصف الحادي عشر أدبي، المادة العلوم العامة. السؤال الأول، ما قيمة الضغط الطبيعي للدم بالاعتماد على الاختبارات الطبية؟ نعم صحيح، 120 على 80، 120 الضغط الانقباضي و80 الضغط الانبساطي لعضلة القلب. السؤال الثاني، أي من الآتي يدل على معدل نبض القلب؟ نعم صحيح، للشخص الطبيعي السليم معدل نبض القلب له من 60 إلى 80. السؤال الثالث، ما هي أقوى عضلة في جسم الإنسان؟ هل هي المعدة أم اللسان أم القلب أم الفخذ؟ نعم صحيح، القلب هي أقوى عضلة في جسم الإنسان. السؤال الرابع، ما السبب غير الصحيح بالنسبة لمرض ارتفاع ضغط الدم؟ هل هو ممارسة الرياضة أم تناول الأطعمة المالحة بكثرة أم التوتر أم سوء التغذية؟ كما نعلم بأن تناول الأطعمة المالحة والتوتر وسوء التغذية هي ممارسات تزيد من ارتفاع ضغط الدم، أما بالنسبة لممارسة الرياضة فهي تخفض مرض ارتفاع الدم. إذن الإجابة هي A، ممارسة الرياضة. السؤال الخامس، أي من نسب الأكسجين الآتية تحملها خلايا الدم الحمراء من الهواء؟ 5%، 10%، 15%، 20%. نعم صحيح، هي 5%، الإجابة هي A. السؤال السادس، ما الكائن الحي الدقيق الذي تسبب في قتل البكتيريا أثناء قيام فليمنج بتجاربه؟ فطر الخميرة، فطر عيش الغراب، فطر البنسليليوم أم الطحالب الخضراء؟ نعم أحسنت، فطر البنسليليوم هو الذي تسبب في قتل البكتيريا أثناء قيام فليمنج بتجاربه. السؤال السابع، أي من الآتي المسبب الصحيح للأمراض التي يصلح معها المضاد الحيوي؟ هل هي الفيروسات، البكتيريا، أم الأوليات، أم الفطريات؟ نعم أحسنت، الإجابة هي البكتيريا، هي المسبب الصحيح للأمراض التي يصلح معها المضاد الحيوي. السؤال الثامن، ما أفضل وسط غذائي لنمو البنسلين؟ هل هو التفاح المتعفن، أم البطيخ المتعفن، أم الشمام المتعفن، أم الطماطم المتعفنة؟ نعم صحيح، الإجابة هي الشمام المتعفن. السؤال التاسع، أي مضاد حيوي مناسب لعلاج بكتيريا الحنجرة فقط؟ البنسلين، الإجابة نعم صحيح، أحسنت. السؤال العاشر، ما المضاد الحيوي الأكثر انتشاراً وتداولاً في العالم؟ نعم أحسنت، هو البنسلين. السؤال الحادي عشر، ما العامل الذي يخلق التنافس على المواد بين النوع الواحد؟ الطفرات، التلوث، الجين، أم الضغط البيئي؟ نعم أحسنت، الضغط البيئي هو العامل الذي يخلق التنافس على المواد بين النوع الواحد. السؤال الثاني عشر، تم إنتاج المضاد الحيوي البنسلين من العفن، التراب، سم الأفعى، أم اللبن؟ نعم أحسنت، من العفن. السؤال الثالث عشر، من العالم الذي له الإسهام في اكتشاف البنسلين؟ هل هو الجاحظ، أم الإسكندر فليمنج، أم غاليليو،
أم نيوتن؟ نعم صحيح، الإسكندر فليمنج هو الذي له الإسهام في اكتشاف البنسلين. السؤال الرابع عشر، أطلق العالم فليمنج على المضاد الحيوي مصطلح الأنسولين، مضاد البكتيريا، أم المكورات العنقودية، أم اللقاح؟ نعم أحسنت، أطلق عليه مضاد البكتيريا. السؤال الخامس عشر، ما اسم البكتيريا التي هزمت البنسلين قديماً؟ الطحالب، بكتيريا سالبة الجرام، أم بكتيريا المكورات العنقودية، أم RSA؟ نعم صحيح، بكتيريا المكورات العنقودية، أم RSA؟ السؤال الثاني، حدد القيمة المتوسطة للحجم التمددي للشخص. نعم ممتاز، 0.5 لتر. السؤال الثاني، الرئة تحتوي على ملايين من الحويصلات الهوائية، فسر ذلك لكي يتم تبادل الغازات بشكل جيد. السؤال الثالث، عدد ثلاث سلوكيات تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم. نعم صحيح، قلة الحركة، السمنة، الملح الزائد، والتدخين. السؤال الرابع، عدد ثلاث سلوكيات تقلل خطر ارتفاع ضغط الدم. نعم أحسنت، ممارسة الرياضة بانتظام، تخفيف وزن الجسم، تناول الملح بشكل معتدل، والاقتلاع عن التدخين. خامسا، كيف يحدث التطور في البكتيريا؟ يكتفي باثنين فقط. نعم، أولا حدوث طفرات وانتقالها في الانقسام البسيط، ثانيا نقل الجينات الأفقي. السؤال الثالث، أولا فسر، يلجأ الأطباء إلى اللقاح في حالة السفر للحج. نعم صحيح، لتحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروسات. ثانيا أذكر تأثير الإفراط في استخدام المضادات الحيوية. نعم صحيح، جسمك يتفاعل لمحاربة العدوى بشكل طبيعي. المضادات الحيوية الغير ضرورية تضعف قدرتك على مكافحة الإصابة بالفيروس، أيضا تزيد المضادات الحيوية سوءا لأنها تقتل البكتيريا المفيدة للجهاز المناعي. ثالثا، صف أضرار استخدام الصابون المضاد للبكتيريا. نعم، يسبب قلق في المجتمع الطبي بسبب التأثير الجانبي غير المقصود، هو إلحاق المضادات الحيوية الضرر بالمايكروبيوم على جلدك، وهو الذي يحافظ على عمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، أيضا يسهم في التطور الخطير للبكتيريا التي تستطيع مقاومة المضادات الحيوية. رابعا، وضح خطورة استخدام المضادات الحيوية باستمرار لعلاج أي مرض. نعم صحيح، تضعف قدرتك على مكافحة الإصابة بالفيروس، أيضا إنتاج بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي. خامسا، ما هي خطورة وصف مضاد حيوي خاطئ؟ نعم، جسمك يتفاعل لمحاربة العدوى بشكل طبيعي، أيضا المضادات الحيوية الغير ضرورية تضعف قدرتك على مكافحة الإصابة بالفيروس، أيضا تزيد المضادات الحيوية الحالة سوء لأنها تقتل البكتيريا المفيدة للجهاز المناعي. السؤال الرابع، أولا ما هي الإجراءات الصحية الواجب اتباعها عند استخدام المضاد الحيوي؟ أولا عدم استخدام المضاد الحيوي بقصد منع المرض، ثانيا عدم تناول المضاد الحيوي لعلاج أي مرض سوى عدوى بكتيرية محددة، ثالثا
عدم استخدام المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية. الفرع الثاني، ما هي الأضرار الجانبية المترتبة على الاستخدام غير الصحيح للمضاد الحيوي؟ نعم، محفزاً للبكتيريا كي تتطور بشكل أسرع، لأنه يقتل البكتيريا الأقل مقاومة، وبذلك فإن الموارد الباقية ستكون جميعها متاحة للبكتيريا المقاومة. ثالثاً، أذكر أهمية نبات الفورسكولين للإنسان. يستخدم لعلاج الربو وتقوية الصحة العامة والزرق والسرطان وضعف الدم المرتفع. أيضاً استخدم كمكمل غذائي للتنحيف. رابعاً، ما هو الضغط الانبساطي؟ هو ضغط الدم في أثناء انبساط عضلة القلب بين نبضين متتاليين، ويقاس بوحدة مليمل زئبق MMHg. السؤال الخامس، أكمل الجدول الآتي. النبات، الأهمية العلاجية. أولاً، الميرامية تساعد على الهضم، نعم، توقف الإسهال، ممتاز، تقاوم نزلات البرد. الزعتر، الأهمية العلاجية، وقف السعال، نعم، التخفيف من أعراض التهاب الشعب الهوائية، أيضاً مكافحة حب الشباب. الزعفران يحسن المزاج، أيضاً يقلل من الإجهاد، أيضاً يستخدم لرائحته وطعمه المميزين. الصفصاف، الصفصاف يستخدم لتخفيف الحمى والألم. الكينا يستخدم في مكافحة الملاريا والتخفيف من أعراض الزكام والاضطرابات الخفيفة للعضلات. وأخيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلتقي في لقاء آخر بإذن الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق. مدرسة الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للمدرسة.